الشيطان سوف يتنافسان، فريق الأمل وفريق النصر. عن ذلك اختارت إدارة المدرسة إجراء المسابقة داخل حديقة النادي. يقوم كل فريق بتجهيز حوض للورد ثم يغرس به الشتلات. يجب أن تنتبهوا يا أبنائي، الفريق الذي ينهي عمله قبل الآخر سيكون هو الفائز. المهم أن يكون العمل بإتقان، فجودة العمل عليها درجة. أمام كل فريق نصف ساعة. نبدأ بتسوية الحوض، ثم نحفر بداخل الحوض حفرا صغيرة لنغرس بها الشتلات. لابد أن نعمل بإتقان. لقد اقترب فريق الأمل من تجهيز حوضه، لابد أن نسرع. بقي على انتهاء الوقت المحدد للمسابقة ربع ساعة. سنقوم بغرس الشتلات أولا بأول دون أن نحفر لها حفرا، هذا أفضل كي ننتهي بسرعة ونفوز بالسباق. يجب ألا ننسى أي شتلة دون أن نرويها بالماء جيدا. لقد أوشك فريق النصر على الانتهاء. لم يعد الوقت كافيا حتى ينهي فريق الأمل عمله. حوض فريق النصر، الحوض جميل والشتلات رائعة، لكن الشتلات غير مثبتة في الأرض. لقد نسي أعضاء الفريق شيئا مهما، إن الشتلات لم تروى بالماء. حوض فريق الأمل، الحوض جميل والشتلات رائعة، إنها مثبتة جيدا في الأرض. إنه حوض رائع. لقد فاز فريق الأمل لأن عمله جيد ومتقن. الحمد لله، إن إتقان العمل واجب ديني وهو